هذا وقد برز اسم صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين كشخصية وطنية وقائد عسكري بعد مسيرة حافلة من الإنجازات والإسهامات في بناء وتأسيس قوة دفاع البحرين. وقد تدرج معاليه بالمناصب العسكرية بعد تخرجه مباشرة من كلية سانت هيرس في بريطانيا حتى وصل لمنصبه الحالي. وقد معاليه بتوجيهات من القيادة الحكيمة مهاما وطنية داخل البلاد وخارجها، وحصل على العديد من الأوسمة المحلية والدولية. صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة قائد كرس حياته للمساهمة في بناء وتأسيس قوة دفاع البحرين برفقة مؤسسها وقائدها الأعلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله. هي قصة رجل نذر نفسه لحماية وطنه والذود عنه، وكانت الحياة العسكرية بالنسبة له حلم الطفولة، ولم يبلغ 20 من عمره عندما شد رحاله متجها إلى بريطانيا للدراسة العسكرية في كلية ساند هيرست. وفي الأول من نوفمبر عام 1969 تم إلغاء تسمية الحرس الوطني واستبدالها باسم قوة دفاع البحرين، وفي الثامن من الشهر نفسه عين معالي المشير قائدا لسرية المشاة الأولى، وكان معاليه وقتها برتبة ملازم أول. وقد عمل معاليه على تطوير السرية من حيث التسليح والتنظيم، وفي عام 1970 عين معاليه قائدا لكتيبة المشاة الآلية الأولى، وكان حينها برتبة نقيب. وحينما وصل معاليه لرتبة رائد التحق بكلية كامبرلي البريطانية للأركان، وقد تخرج منها عام 1972 بدرجة الماجستير في العلوم العسكرية، ليصبح ثاني ضابط بقوة دفاع البحرين يحصل على لقب ركن بعد حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله. وبعدها بعامين، أي في عام 1974 صدر المرسوم الأميري بتعيين معاليه رئيسا لهيئة أركان قوة دفاع البحرين، وبدأ معاليه بالعمل على الفور في إعداد الخطط التطويرية لتنظيم وتشكيل أقسام القيادة العامة المختلفة مع إيجاد الأنظمة والقوانين، بالإضافة إلى العمل على التطوير والتجديد ليشمل الوحدات القتالية. كما أبدى معاليه اهتماما مستمرا بتطوير التدريب العسكري الذي يستند على رفع القدرة القتالية والإدارية والفنية بقوة دفاع البحرين. واستمر معاليه في منصب رئيس هيئة الأركان حتى تم تعيينه في عام 1988 في منصب وزير الدفاع ونائبا للقائد العام، وبعدها قائدا عاما لقوة الدفاع عام 2008، ثم ترقيته إلى رتبة مشير عام 2011. فترة طويلة عمل فيها معالي المشير كمحارب ومقاتل ثم كقائد عسكري، وخلال هذه الفترة تولى معاليه مسؤوليات جسام خصوصا في مواجهة التحديات والتهديدات التي كانت تحدق بالبحرين. حياة معالي المشير حافلة بكل معاني الفخر والاعتزاز، حيث قاد قوة دفاع البحرين وبتوجيهات من القيادة الحكيمة بالقيام بمهام وطنية إقليمية ودولية. وعلى ضوء تلك الإنجازات نال معاليه أرفع الأوسمة من عدة دول إضافة لبلاده البحرين، ومن بين هذه الأوسمة وسام أحمد الفاتح ووسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ووسام البحرين ووسام تحرير الكويت ووسام الاستحقاق من الولايات المتحدة ووسام درع الجزيرة ووسام الاستحقاق من جمهورية مصر وآخر من المملكة الأردنية. هذه بعض أوسمة معالي المشير، ولكن اسمه يعده البحرينيون وساما يرمز للشجاعة ورمزا للإنسان الغيور على بلاده.